سي احمد يحيى فيصل مطاوي جورنال تي اس. السؤال الاول ساطرح الاسئله بالعربيه. السؤال الاول سيد احمد يحيى، حزب تجمع الوطني الديمقراطي يناشد رئيس بوتفليقه للترشح لولايه خامسه في ابريل المقبل، فيما المعارضه تقول ان الرئيس بوتفليقه مريض، وهل لا يمكن استطاعته مواصله تسيير البلاد بحسب المعارضه؟ ما رايكم في هذا الكلام؟ وسؤال ثاني استاذ يحيى، هناك حديث عن تنظيم ندوه للتوافق او الاجماع الوطني بعد رئاسية أبريل المقبل، هذا ما قاله سيد عمر غول رئيس حزب تاج في المدة الأخيرة، هل هذا مشروع قائم بعد رئاسية أبريل المقبل؟ شكرا. شكرا. سؤالك الأول بارك الله فيك على طرحه، هذا شعار سائد ودائم في عائلة المعارضة. نذكركم أن مشكل المعارضة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مش ولدت اليوم. سنة 2004 قيموا شعار على أساس تو صف بوتفليقة، والحمد لله الشعب نصر بوتفليقة. ثانيا 2000 رئاسيات 2014 كانوا حتى يطالبوا بتطبيق بند من بنود الدستور لإعلان عدم قدرة الرئيس لتسيير البلاد، والرئيس تقدم للشعب والشعب عاود جدد له الثقة، وعن قريب تكون فرصة للحكومة لتقديم بيان السياسة العامة في البرلمان، وبيان السياسة العامة يأتيكم حتى بنتائج العهدة العهدة الرابعة على 5 سنوات فوتها كلها الرئيس وهو في أوضاعه الصحية الحالية. إذن قول المعارضة أن رئيس مريض ومش قادر يسير إلى آخره كخطاب اعتراضي ديسكور دوبوزيسيون مقبول، كل خطاب مقبول. كواقع في الميدان إن شاء الله الرئيس يعلن ترشيحه، وإن شاء الله يسير البلاد، وإن شاء الله الناس تتبع النتائج تاعه سواء في المجال الاجتماعي واللي يستناه المواطن، فما سواء في المجال الاقتصادي. فإحنا قطبنا خيارنا معمول، إحنا خيرنا نمشي مع الرئيس ونشدوه باش يدير عهدة خمسة. معارضة حقها تتكلم واش تتكلم. سؤالك الثاني متعلق بتعليق من زميلي وصديقي السيد عمار غول رئيس حزب تاج. سي عمار يتكلم، احنا الا كان نقولوا ناشدوا والناصر وعبد العزيز بوتفليقه باش يترشح ويكون رئيس، عندما يعلن ترشيحه ربما يعلن اشياء، وعندما يكون رئيس احنا ثقتنا فيه على الطريقه اللي يقود فيها اللي يقود بها البلاد بندوه التوافق او بدون ندوه التوافق. نذكركم فقط ان عبد العزيز بوتفليقه منذ قدومه لسده الحكم في 99 كان شكل حكومه ماهيش كانت توافقيه فقط، حكومة بتسع أحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، باش نستعمل عبر لطيفة ما نستعملش العبر اللي كانت تستعمل أنا ذاك. بارك الله فيك.